متتبعينا الكرام، مرحبا بكم معنا من جديد، وأيام سعيدة في الشهر الفضيل. جينا باش نقدم لكم شقة كتواجد في إقامة من إير بلوس كات. الشقة المساحة ديالها كتفوق 125 متر. الإقامة كيتواجد فيها لاسانسور وكذلك المرعب ديال السيارات. جينا باش نقدم لكم التصميم ديال الشقة وكذلك لافينيسيون ديالها. دخلنا للشقة، حنا دابا كنتواجدوا في الاستقبال ديال هاد الشقة هادي. كما كتشوفوا هذا هو المدخل ديال الشقة، كيتواجد في المدخل ديالها السيجور وكذلك صالون مقسوم في الديزاين ديالو. ديزاين روعة، مجهز بأضواء لي سبوت وكذلك شريط ضوئي. كما كتشوفوا الصالون المساحة ديالو كبيرة. نعطيو الأبعاد ديالو، كما كتشوفوا العرض ديالو كيفوق 4 متر والطول ديالو تقريبا 8 متر حتى 9 متر. كما كتشوفوا الجودة ديال الأرضية، رخام، نوعية ديال الرخام ممتازة. وكذلك في الصباغة كتواجد بلاتينيا، كيتواجد لانستالاسيون ديال لا تيليفيزيون. بالنسبة للمسة الأخيرة ديال لابارتمون مازال ما كملاش بالنسبة لانستالاسيون ديال الكهرباء، وكيتواجد كذلك لانستالاسيون ديال لا كليم. الشقة اللي كنتواجدوا فيها بواجهتين، كما كتشوفوا الإطلالة ديال الصالون كيطلع على شارع كبير، شارع ديال 20 متر، إطلالة مشمسة في الفترة المسائية. نشوفوا باقي المرافق ديال لابارتمون. كما كتشوفوا كيتواجد قريب من الاستقبال هذا الفاسك، هذا فاسك مجهز بالرخام وكذلك بخزانة وبالقرب من الاستقبال كيتواجد المطبخ ديال لابارتمون. كما كتشوفوا بيان ايكيبي، التقسيم ديالو ممتاز، بلاكارات بالام دي اف من فوق البوطاجي وكذلك من تحت البوطاجي، والبوطاجي رخام. كما كتشوفوا الجودة ديال الرخام ممتازة، جالاكسي. الاكسسوارات ديال المطبخ الجودة ديالها رفيعة، كيتواجد لاهوت وكذلك بوتاكاستري وفران. كما كتشوفوا الثلاجة هي غير شانتيو، كما كتشوفوا هذا هو بلاصة الثلاجة. المطبخ مفتوح على بالكون بإطلالة على شارع ديال 12 متر، إطلالة كتكون مشمسة في الفترة الصباحية. كيتواجد فيها الانستالاسيون ديال الشوفو. كما كتشوفوا البالكون محاط بالزجاج. نشوفوا الباقين المرافق ديال لابارتمون، الغرف وكذلك الحمامات. نشوفوا هذا حمام كيتواجد خارج الغرفة، كيتواجد قريب من الاستقبال، مجهز للضيوف ديالك بأجمل الأكسسوارات كما كتشوفوا، ومزلج في الحيوطة ديالو من الأرض حتى البلافو ضد الرطوبة. وكذلك كتواجد فيه تهوية، كما كتشوفوا الإنارة ديالو في المستوى. الأرضية ديالو كذلك ممتازة، رخام كما كتشوفوا. ندخلوا للغرفة، هذه الغرفة الأولى ديال لابارتمون. الغرفة كما كتشوفوا كيتواجد في القلب ديالها بلاكار من جوج ديال البيبان كوليس مقسمين ومغلفين كما ينبغي. الجودة ديال الخشب باش مقسمين البلاكارات وكذلك البيبان، الجودة ديالو رفيعة هيتر. وكذلك الألمنيوم بومبي كيتواجد في السراجم وكذلك في لي بالكون. الغرفة كذلك مفتوحة على بالكون محاط كذلك بالزجاج، والمساحة ديالو كبيرة. الغرفة ممتازة وبإطلالة مفتوحة على شارع كبير، شارع ديال 20 متر. نشوفوا الغرفة الثانية ديال لابارتمون، عفواً
هذه الغرفه الثانيه ديال لابارتمون كذلك كيتواجد في القلب ديالها بلاكار من جوج ديال البيبان كوليس، بلاكارات المساحه ديالهم كبيره ومقسمين ومغلفين كما ينبغي، بلاصه ترتيب الملابس وبلاصه كذلك ديال العلاقه ديال الملابس. الاطلاله ديال الغرفه كتطلع على شارع ديال 20 متر، اطلاله مشمسه في الفتره المسائيه. كيتواجد فيها كذلك الريديو ديالها الكتريك، كذلك الانستالاسيون ديال لاكليم، وكذلك الانستالاسيون ديال لا تيليفزيون. النوعيه ديال الصباغه كذلك في الغرف بلاتينيا بصفه عامه. لابارتمون الارضيه لها الارضيه ديالها سواء في الغرف او في الاستقبال الرخام، الخشب كما كتشوفوا الخشب الجودة ديالو ممتازة. نشوفوا الغرفة ديال النوم ديال لي بارون. هذه الغرفة ديال النوم كيتواجد في المدخل ديالها حمام، حمام بجميع الاكسسوارات ديالو العصرية، وكيتواجد غيتواجد فيه كذلك الزجاج ديالو اللي كيعطي الدفء وكذلك الجمالية للحمام ديالك. طور الانجاز الغرفه ديال النوم ديال لي بارون شاسعه. هذا هو الزجاج اللي غادي يكون في الحمامات، كيتواجد في الغرفه كذلك الانستالاسيون ديال لا كليم، الانستالاسيون ديال لا تيليفزيون، وكذلك مفتوحه على بالكون باطلاله مشمسه في الفتره المسائيه. كما كتشوفوا الغرفه بواجهتين، وكيتواجدوا فيها ثلاثه ديال لي بالكون، وجميع الغرف ديالها كيتواجدوا فيها خزانات مقسمين ومغلفين كما ينبغي. الشقة من ناحية الإضاءة ممتازة وكذلك الفروجية، وكيتواجدها الديكور الممتاز في الراس ديال الناموسية، كذلك ليطابل الانستالاسيون ديال ليطابل دونوي كيتواجد الراس ديال الناموسية. الشقة فيها ثلاثة ديال لي بالكون، كيتواجد واحد في المطبخ وواحد في الغرفة ديال الأولى وواحد في الغرفة ديال لي بارون. كما شفتوا التصميم ديال لابارتمون ممتاز لاستقبال في المدخل ديالها، وباقي المرافق موقرة كتكون بعيدة على الضيوف ديالك. كما شفتوا التجهيزات ديال لابارتمون بصفة عامة ممتازة وفي المستوى، لا من ناحية الإضاءة وكذلك من ناحية الصباغة وكذلك الأرضية ديالها رخام. الشقة كتواجد في طريق عين الشقاف قريبة من المقهى ديال بلونكو. مهم نتمنى هاد الشقة تنال الإعجاب ديالكم، وما تنسوش متابعة الصفحة ديالنا على الفيسبوك وانستغرام شقق فاس، وكذلك القناة ديالنا على اليوتيوب شقق فاس. وما تنسوش تضغطوا على الزر ديال الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا حول الشقق. إلى اللقاء، إلى فيديو جديد، وإلى شقة جديدة.